مساء الخير، حلقتنا اليوم عن القدرة التنافسية. سمعنا مؤخراً أن صادراتنا خفت بنسبة 11% السنة الماضية 2012، وهذا بيعني أنه منتوجاتنا ما بقى فيها تنافس المنتوجات اللي عم تجي من بلاد برا. أديب، خلينا نفسر شوي صغير هذا الموضوع أكثر. نعم، القدرة التنافسية يعني جاذبية السلع والخدمات اللي بننتجها للبلاد اللي بتستورد منها، ببساطة يعني قدرة البلد على التصدير. طب أديب، كيف عم تنخلق القدرة التنافسية؟ في بعدين القدرة التنافسية، في المنافسة بالأسعار والمنافسة خارج الأسعار. أوكي. المنافسة بالأسعار بتقضي بخفض تكاليف الإنتاج، يعني مثلا تكاليف اليد العاملة. اليد العاملة يعني العامل والموظفين اللي عم بيشتغلوا. وتكاليف التمويل. تمويل يعني الفوائد القروض اللي عم ناخذها من البنوك. وأكيد تحسين الإنتاجية، بس في تكاليف ما فينا نتحكم فيها. ما فينا نتحكم فيها مثل النقل والجمارك. وسعر الصرف مثلا. سعر الصرف يعني أنت العملة الوطنية بالنسبة للعملة الأجنبية، وهي ثابتة بلبنان بالنسبة للدولار. وكمان المنافسة، كل ما كانت المنافسة أكبر، كل ما اضطرينا تنخفض أسعارنا. طيب أديب، إذا ما نحسن الإنتاجية تنكون منافسين أكثر وأكثر، شو لازم نعمل؟ في عدة عوامل، أول شيء تحسين البنى التحتية. البنى التحتية يعني الطرقات والاتصالات تنكون متوسطين أسرع و تحسين مؤهلات العمال مثلا كمان. العمال يعني تدريب وتعليم العمال بشكل مستمر. تنظيم الإنتاج بشكل فعال وجديد والتقدم التقني. تقدم التقني يعني يكون في مكانات جديدة متطورة. أكيد. أكيد. أديب، شفنا القدرة التنافسية بالأسعار، خلينا نشوف القدرة التنافسية خارج الأسعار. القدرة التنافسية خارج الأسعار كثير مهمة. هي بترجع لاستراتيجيات الشركات وبتعتمد على الجودة وعلى الإبداع، وأكيد تتأثر بالبيئة التنظيمية والقانونية والضريبية والاجتماعية. وهذا أكيد بتعود إلى سياسات واستراتيجيات الدولة. القدرة التنافسية عندها مفاعيل كثير كثير مهمة على النمو الاقتصادي وسوق العمل، وهي مسألة اقتصادية كثير كثير مهمة. مشان هيك على القطاع العام والخاص تعاملوا بين بعضهم لمعالجتها. بنشوفكم بكره، ما تنسوا تابعونا.